7 9 على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو 7:14 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد وحلقة جديدة من الماتينال اللي رفقكم فيها الأسبوع هذية. أين في نفس الموعد اللي كنت رفقكم فيه في الأسابيع الفارتة زميلتي فايزة العرفاوي اللي ترجع لكم في أقرب وقتنا والفريق رفقوكم كما العادة من توا حتى للتسعة متاع الصباح، والبداية كما العادة تكون بالموعد مع الاستشارية التربوية مدام صابرين بسدوري. الموضوع اليوم هو صدمة الأمومة، بعد شوية ناخذوا تفاصيل صدمة الأمومة مع مدام صابرين، وكذلك في فقرة ما يفوتك شيء مع زميلي حلمي بوزويتا. اليوم باش نتعرفوا على حكاية جزيرة شكلي، باش نرجعوا كذلك على حادثة إليمة للأسف، حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة وارتفاع حصيلة الضحايا وتواصل عمليات البحث والإنقاذ. بعد ناخذوا كل التفاصيل، كل عدد الضحايا للأسف، وين وصلت عمليات البحث والإنقاذ، و كذلك باش نمشي والجيبس ونرجع على حادث تسمم 72 مواطن، وشني حكاية البكتيريا اللي لقاوها في العينات اللي خذوها من تحاليلهم، وإصدار قرار غلق المطعم المتسبب في حالات التسمم هذية مؤقتا إلى حين انتهاء التحقيقات. هذه الكل سنة فيكم في حلقة اليوم 3/1 أكتوبر 2024. قبل ما نمشي ولي كل تفاصيل المواضيع اللي كنت قلت لكم عليهم كما العادة، نخليكم في الوقت هذايا في لانفو ترافيك مع جيهين ونواصلوا. جو 7:19 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، باش نوصلوا معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. والموعد الأول اللي مستنسين بيه في الماتينال منذ أسابيع هو فقرة الاستشارية التربوية مدام صابرين بسدوري، وموضوع اليوم صدمة الأمومة. ناخذوا تفاصيل ونرجع. اليوم باش نحكوا في موضوع حساس شوية لكن مهم أنه كل أم تدرك وتكون واعية بالتفاصيل هذه، اللي هو صدمة الأمومة. المصطلح غريب لكن مهم أنا نفهمه. وقت اللي نشوفه المرأة قبل ما تجيب الصغير شنو توقعاتها ولا شنو نظرتها للأمومة، تلقى أنا حاطة في مخها صورة متاع يمكن كيفاش تحضن في البيبي متاعها، كيفاش تختار له في لبسته، البيت متاعه، كيفاش تشوف، يعني النظرة هذه يمكن من التصاور اللي شفناه في وسائل التواصل، المحلية البيبي، كيفاش التواصل، الحنان إلى آخره. يعني الصورة تكون نوعا ما ماشية للجانب الإيجابي برشا، لكن بعد الإنجاب تلقى روحها في واقع آخر اللي هو مغاير تماما، أو يعني ما فيش فقط الجانب اللي تخيلته لكن في جانب آخر اللي هو السهر في الليل، بيبي يبكي، أنه يمكن الغاز ولازم تعرف كيفاش تتصرف معاه، يوسخ برشا، يوسخ دبش ولازم تبدل له طريقة الدوش، أن هي تولي تفيق الصباح ناقصة نوم، لرونديفو برشا متاع البيبي، وأنه وقتها الخاص يولي صعيب حتى باش تتكلم في مكالمة تليفون صعيب، التعب، الرضاعة، يعني دي ديتاي اللي هي ما كانتش منغمسة فيهم ومش حاطتهم في الليستة متاع التوقعات. والأم لهنا تجيها نوع من حالة الصدمة وبالواقع الجديد متاعها والتغيرات اللي 180 درجة، معناها التغيرات حقيقية جديدة لكلها، مع إضافة لهذا الكل اللي هي انتظارات المجتمع الخارجي، انتظارات الناس أنهم ينتظروا منها أنها تكون أم مثالية. معناها علاش صغيرك يبكي، شبيكم لبست له هكا، راهو باش يبرد، راهو سخون، كذا كذا، شبيك تحمل فيه برشا رضاعة، حليبك ما يكفيش، فتدخل في هكا الدوامة متاع لازمني نكون أم مثالية. بما أني تعرضت للمواقف هذه والواقع هذا فأنا لست أم جيدة، فتدخل في حالة متاع جلد ذات وحالة متاع تأنيب كأنها هي أم، يعني شايفة روحها أنها هي أم ليس جيدة. وهذا لشنو راجع؟ هذا الكل راجع بالدرجة الأولى لعدم الاستعداد، يعني تبتا مش مستعدة للي يستنى فيه، يعني مش مستعدة، مش فاهمة أو مش دارسة، ما عندهاش نظرة استباقية على احتياجات البيبي، أنه البيبي محتاج كذا وكذا وكذا، فهي رضاعها وشنو يصير فيها، رضاعة طبيعية راهي تصير كذا، راهو البيبي يفيق برشا مرات، راهو تبديل الكوش هكا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. اللي يصير عدم الاستعداد هذاك، معناه اللي يصير هذا شنو اللي ينجر عليه؟ ينجر عليه فكرة أني حياتي ما قبل الأمومة هي نفسها ما بعد الأمومة، يعني هي ماشية للأمومة بالفكرة هذه، أني حياتي قبلها هي نفسها تو. فالتغييرات الكل تعمل لها ألم كبير في داخلها، تعملها صدمة كبيرة، نوع من الأحباط وإحساس أني الأمومة صعبة برشا وما هيش هذه اللي كانت تنتظر فيه. هذاك علاش مهم جدا أني الأم والأب زاد يكونوا مستعدين اللي
يستنى فيهم وديما يتفكروا أنه ملي كانوا زوجين راهم باش يصبحوا أبوين، يعني زادت مهمة جديدة، ثم طرف ثالث تزيد وطرف الثالث هذاك باش يعمل تغييرات جديدة وعنده احتياجات، فالأوقات باش تولي متماشة مع احتياجاته هو، المواعيد تولي متماشة مع احتياجاته هو، يمكن هواياتنا أن تتبدل أوقاتها، يمكن تنقص، يمكن، وهذه كل حاجة مرحلية، ما ماهيش حياتنا الكل باش تبقى هكا، لكن هي احتياجات مرحلية وكل عمر عنده احتياجاته. هذاك علاش ديما باش نعاود راهو الاستعداد خطوة مهمة في الأمومة المتوازنة. مشكورة جدا مدام صابرين بسدوري المعالجة النفسية والاستشارية التربوية في علاقة بموضوع اليوم اللي هو صدمة الأمومة، اللي هو يظهر الموضوع يخوف شوية ولكن على أهمية الاستعداد لتجربة هذه، تجربة كبيرة تنجم تغير أو تغير حياة الوالدين كي يكونوا ما همش مستعدين كما يلزم للمسؤولية الكبيرة هذه ولدخول هكا مولود جديد لحياتهم. دونك مشكورة جدا مدام صابرين بسدوري على اختيار الموضوع لليوم. احنا باش نمر مباشرة لفقرة ما يفوتك شيء مع زميلي حلمي بوزويتا. انتوا تسمعوا في EFM 69 من 2 للجمعة من 7 ل 9 متاع الصباح على EFM احلى راديو. موضوع ما يفوتك شيء لليوم هو حكاية جزيرة شكلي، خلينا نتعرفوا عليها مع زميلي حلمي بوزويتا ونواصلوا. شكون فينا ما مشاش المنطقة الضفاف البحيرة بحثا عن الترفيه وإلا حتى لممارسة الرياضة وشاف برشا عجايب وغرايب؟ وفي حلقة اليوم من ما يفوتك شيء باش نحكيه لكم على حسن غامض موجود في جزيرة في وسط البحيرة وموش برشا عباد يعرفوها. الجزيرة الموجودة في الجهة الشمالية من بحيرة تونس والمعروفة باسم جزيرة الشكلي، حكي عليها ابن الشماع من القرن 15 في كتابه الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، وقال إنه اسمها شكلة وفيها أثار قصر قديم. ويجمع المؤرخين على إنه الحصن الموجود حاليا تم بناءه من قبل الإسبان في القرن 16 على أنقاض قصر روماني بعد احتلالهم لتونس، وتسمت في وقتهم بقلعة سانتياغو قبل ما تتعرض للتدمير في الحرب ضد العثمانيين، حتى كشلين قام الحاج مصطفى لاز داي بترميمها في القرن 17. وعلى امتداد 3 قرون تقريبا وصولا لبدايات القرن 20 تعدى الحصن والجزيرة ببرشة مراحل وتم استعمالها كسجن وكمستشفى للأمراض المعدية يتم فيها إخضاع المرضى اللي يجيوا عبر البحر للحجر الصحي. وفي عام 1993 تم تسجيل الجزيرة والحصن كمحمية طبيعية، وإجرات في 1994 أشغال ترميم للحصن بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، وين تم العثور على لوحات فسيفسائية رومانية وبيزنطية ترجع للقرنين الرابع والخامس ميلادي. ومن الحاجات اللي خلت الجزيرة محمية طبيعية هي انتشار الطيور المهاجرة فيها كما البلشون والنحام الوردي وغيرها. مشكور جدا زميلي حلمي بزويتا على الموضوع هذي وعلى اختيار حكاية جزيرة الشكلي، الوقتش ترجع وشنو التغييرات اللي تمت عليها وفيش تم استعمالها منذ قرون. فقرة ما يفوتك شيء وباقي الفقرات تلقاوهم على الباج فيسبوك وباج انستغرام لي EFM احلى راديو. نحن مازلنا باش نواصلوا كما قلت لكم باش نرجعوا على حادث إليما، حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بيسوي حل جزيرة تجربة، وللأسف حصيلة الضحايا قاعدة ترتفع وعمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة. هذا وباقي المواضيع كذلك مشيوا عفوا لولاية جيبس، نرجع على حادث تسمم أكثر من 70 مواطن وعلى شنية القاء ولي غزولتا متاع التحاليل وعينات تحاليل المواطنين هذوما. هذا وأكثر بعد البوب وفاصل غنائي ونرجع نواصله. أحلى راديو 7:33 أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة وبش نرجعوا على حادثة إليما، عودة على حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة، وللأسف حصيلة الضحايا قاعدة ترتفع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ. بش ناخذ كل التفاصيل وآخر المعطيات في علاقة بالموضوع هذية. مشكور جدا ينضم لي مراسلنا في الجهة ميمون التونسي يعطينا كل تفاصيل. ميمون صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أريج، تحية ليك وتحية لكامل الفريق العامل معك في الماتشينال وتحية لكل المجتمع ومجتمعك. أحلى راديو راديو EFM طبعا حتى أليمة تعزينا لكل العائلات اللي كان عندهم
الضحايا نتيجة هذه الرحلة الغير نظامية، وربي يصبرهم في عودة لتسلسل الأحداث وآخر الأخبار اللي حصل عليها أمس العشية مؤخر من معطيات حصل عليها مشكور من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في مدينة سيد فتحي بركوش اللي علمنا اللي هو تم إنقاذ زوج أشخاص اللي كانوا على متن المركز الرحلة الغير نظامية ليصبح عدد الأشخاص اللي تم إنقاذهم 31 منهم زوج من المغرب والواحد من شخص آخرين من ولايات مختلفة. وكذلك تم انكشال أمس العشية ثلاثة جثث وليصبح العدد تاع الجثث الجملي 15 جثة منهم هذايا نقولوا بكل ألم ما نعرفوش كيفاش أم تهز الرضيع نتاعها أو عايدة كاملة تركب في هذا المركب مركب الموت، وفيهم كما قلت رضع ورجال ونساء ورجال وفما عائلة كاملة، ومن 15 جثة فما مغربي اللي تم انتشال الجثة نتاعه. وكيل الجمهورية أكدنا أيضا اللي هو تم التعرف على زوج منظمين الرحلة الغير نظامية وهم حاليا في حالة فرار، وتم إدراجهم في قائمة التفتيش. وكذلك هناك شخص ثالث له ضلع في تنظيم هذه الرحلة الغير نظامية ويتم التثبت من الهوية نتاعه. أيضا دائما نقولوا اللي النيابة العمومية بمدنين أذنت لفرقة الحارس البحري بجربة بفتح بحث عدلي في هذه الحادثة، و لابد أن كي نحكيوا على الحكاية هذه ما نتساءل كيفاش عائلات أو خاصة أمهات أو رجال يركبوا في مركب ما يعرفوش شنو الوضعية نتاعه، علما أريج المركب هذايا خرج من الشاطئ سيدي الحشاني بمدينة سبع مسوق في بياسر من إحدى الوحدات السياحية بجزيرة جربة. كذلك نقولوا اللي هو راهو أحد الناس اللي شاركوا في الرحلة الغير نظامية كيف غرق المركب ونجا بنفسه، ظهر بسباحة وخرج لليابسة وتوجه أقرب نقطة تفتيش موجودة على مستوى الطريقة السياحية في مدينة زرب حمصوك، نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وكلمهم بالحادثة. وقتها تجندت كل الأطراف من حرس بحري من حماية مدنية من جيش البحر، وحتى أمس العشية تم اعتماد طائرة للحرس الوطني للبحث عن المفقودين أو أيضا الانتشار للجثث، أو أن هناك أشخاص اللي كتبت لهم الحياة من جديد. واقع أثارت العديد من التعليق والتساؤلات هنا إلى متى هذه المراكب مراكب الموت تنطلق، وانطلقت أمس فجرا من الشاطئ سيدي الحشاني بمعتمدية جربة حمصو. وآخر معلومة نحب نقولها لك يا أريد، وهذه المعلومات على الصباحية نحب نستقبل الصباح لكن بهذه الأخبار الحزينة. آخر معلومة، المركب اللي غادر شاطئ سيدي الحشاني لحد أمس العشية لم يتم إخراجه بعد ما غرق في على بعد من مسافة كبيرة ياسر من انطلاق من شاطئ سيدي الحشاني بمعطيات جبهة مسوق من ولاية مدينة. هذه آخر المعطيات، وإن هناك جديد أكيد مش نتابعهم هذه الأخبار على أحلى راديو، راديو إي إف إم مع زملائنا في قسم الأخبار. شكرا. أو على المواقع
نتاع اذاعه بي اف ام اريج. شكرا لك ميمون تونسي مراسلنا في ولاية مدنين على كل هذه التوضيحات وتفاصيل في علاقة بغرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جربة، وكنت سمعت عدد الضحايا أو ارتفاع حصيلة الضحايا مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ وعملية الحرقة هذه وغرق المركب كان البارح ضمن المواضيع اللي تناولهم رئيس الجمهورية في اللقاء اللي جمعوا البارح بكل من السيد وزير الداخلية وكذلك كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، وين أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت. حسب نص البيان اللي كانت هبطته رئاسة الجمهورية البارح، كان قال رئيس الجمهورية أن جزيرة جربة عمرها ما كانت منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية، فضلا على أنه عدد من الناجين اللي عادوا سباحة إلى الشاطئ قالوا أنهم كانوا مقيمين في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد. نحن باش نواصلوا متابعتنا للموضوع هذية وآخر تطورات حادثة غرق مركب الحراقة هذية، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي وتعازينا لعائلتهم. باش نواصلوا نحن معاكم حتى لتسعة ونعطيكم كل التفاصيل، ولكن خليكم مع فاصل غنائي ونرجع. 50 دقيقة احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من الماتينال، مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة باش نواصلوا في متابعة لأهم الأخبار اللي صاروا في 24 ساعة الأخرى، ولكن في ساعتنا الثانية وقبل ما نخليكم على الميتيو والأخبار باش نحكي لكم على ماستر كلاس أكاديمي. كانك بتطبخ مغروم وتحب تكون بروفيسيونيل تتعلم على أسس صحيحة وتولي مشهور في الدومين، عليك بماستر كلاس أكاديمي اللي توفر لك تكوين شامل في ميدان الطبخ والمرتبات تحت إشراف مكونين أكفاء وعندهم خبرة كبيرة، وتحط على ذمتك مطبخ بيداغوجي مجهز بأحدث التقنيات اللي باش تخليك تقرأ تتعلم وتطبق اللي قريته في نفس الوقت. فرصتك باش تضمن مستقبلك خاطر البرامج متاعنا متنوعة وشهيدنا معترف بها في تونس وفي الخارج. نجم تتحصل على شهادة الكفاءة المهنية، شهادة البي تي بي والبي تي اس، وهذا باش نسهلوا عليك تلقى خدمة وين ما تحب وإلا حتى تحل مشروعك الخاص. كما تنجم تمشي تعمل استاج متاعك في فرنسا، وبمناسبة عيد ميلاد هالسيدس ماستر كلاس أكاديمي تهدي لكم شهر أكتوبر بلاش وما تخلص كان 50% على شهر نوفمبر، وزيد على هذا تودكم تنو كومبليت ومالات دو ماتريال. وباش تتعرفوا على أكثر تفاصيل تنجموا تزورونا في ماستر كلاس أكاديمي شارع 20 مارس محطة مترو باردو بوشوشة، ولا تكلمونا على 24 666 772 24 666 772. كانت هذه ماستر كلاس أكاديمي. احنا باش نواصلوا معاكم في ساعتنا الثانية حتى للتسعة، ولكن خليكم بعد شوية مع الميتيو وموعد الأخبار ونرجعولكم نواصلوا معاكم حتى للتسعة.